أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيحة أن خروج دولة الكويت من قائمة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية يعد ثمرة لجهود الحكومة الكويتية في إزالة اللبس الذي طال بعض النقاط وتصحيح مسار بعض الخطوات. القضاء على الفقر في العالم شعار حمله مؤتمر منظمة العمل الدولية في دورته 105 هذا العام. كلمة الكويت في المؤتمر قدمتها معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح، وأشارت إلى القفزة النوعية التي حققتها الكويت في مختلف المجالات الضامنة لحماية العمال والمؤسسات بالارتكاز على التشريعات التي تراعي المعايير الدولية. لقد نجحت دولة الكويت في تحقيق قفزة نوعية في مختلف المجالات التي تخدم الأهداف التنموية للدولة وتساهم في تعزيز الرفاهية لكافة فئات المجتمع دون أي تمييز. ففي المجال التشريعي حرصنا في دولة الكويت على إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين التي من شأنها إعطاء الجهات المنفذة لتلك القوانين مجالا أكبر وصلاحيات أوسع في حماية الفئات المستفيدة منها، على سبيل المثال قانون بشأن العمالة المنزلية 2015. أما في المجال المؤسسي فقامت الدولة باستحداث مجموعة من الهيئات والأجهزة الإدارية التي تساهم في التنفيذ الأكمل للتشريعات والأنظمة المعمول بها، ومنهم تلك المؤسسات إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة. الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي تدعم جهود البحرين في أن تصبح عضوا أصيلا في منظمة العمل الدولية. هناك انتخابات في 2017، البحرين تعتزم دخول هذه الانتخابات وترشيح نفسها كعضو أصيل، ودول مجلس التعاون والدول العربية ودول العالم تدعم مملكة البحرين في هذا المسعى لما قامت به من جهود مميزة في مجال الالتزام بمعايير العمل الدولية ودورها الرائد في المنطقة ومنظمة العمل الدولية. الكويت وقعت على العديد من الاتفاقيات مع المنظمات الدولية لتنفيذ مشروع دعم الهيئة العامة للقوى العاملة بهدف تنظيم سوق العمل وحماية العمالة وحفظ حقوقها. مرة جديدة، وإلى جانب جهود تحسين ظروف العمال في العالم العربي وعلى المستوى الدولي، حضرت معاناة العمال الفلسطينيين والانتهاكات بحقهم وضرورة وضع حد لها في موقف الوزير الصبيح. من مقر الأمم المتحدة في جنيف، دينا أبي صعب، تلفزيون دولة الكويت.